لكل محطاتكم الغراء ولأشخاصكم الكريمة. والحقيقة أنه هذا هم الأصل في فينا جميعا، أن نتكاتف وأن نتحدث عنه حتى نستطيع أن الخروج من هذا الملف سريعا، ولا يطول بنا المقام في هذا الملف، ملف المناهج، علما أنه هذه المرة الثالثة في تقرير من المناهج. سابقا كان وقفات كثيرة جدا تتعلق بالمناهج، إلا أنه اليوم هي الوقفة الثالثة مع تقرير للمناهج. التقرير الأول للمناهج كان عام 2016، وكان للفصل الدراسي الأول على كتب بلغ عددها 88 كتاب، وكان التقرير بحدود 1600 صفحة. التقرير الثاني للمناهج عام 2016 للفصل الدراسي الثاني، وكان 88 كتاب أيضا، مراجعة ل 88 كتاب، وكان بحدود 800 صفحة مع الملحقات. اليوم مراجعة سريعة حتى لا يطول بنا الأمد بالوقوف، ولا نمر كما مررنا في المرة الماضية أن نبقى سنة كاملة ونحن ننتظر تغيير المناهج. اليوم هو التقرير مبسط وسريع جدا حول كتب الرياضيات والعلوم للصف الأول الأساسي والصف الرابع. ودعوني أقول أنني أشكر كتلة الإصلاح النيابية التي ولتني هذا الملف، ملف التربية والتعليم داخل هذه الكتلة، التي أفتخر وأعتز أنني عضو فيها. والكتلة على علم تام ودعم دائم لهذا الملف، لملف التعليم كله ولكل تفاصيله. دعونا نقول أنه العمل في وزارة التربية والتعليم للمناهج كان أولا وأساسا يتبع لمديرية المناهج التي كانت في وزارة التربية والتعليم، وكان هناك نظام محكم الإعداد في وزارة التربية والتعليم لإعداد المناهج من حيث الإطار العام للمناهج، كل النتاجات والتقييم والتدريب التابع لها وكل ما يتعلق بذلك. ثم تم تحويل العمل في المناهج إلى المركز الوطني للمناهج، والمركز الوطني للمناهج شكل إطارا عاما جديدا للمناهج يشتغل على ضمنه وأساسه. ودعينا أصور لكم الوضع حتى تعلموا ما حجم الخلل الذي حدث. هناك إطار عام للمناهج تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم، الكتب فيه من الأول ولحد العاشر، والأول ثانوي والثاني ثانوي، كل هذه المراحل 12 صف كلها تحتكم إلى إطار عام للمناهج وضعته وزارة التربية والتعليم. جاء المركز الوطني للمناهج بإطار عام جديد، وبدأ باكورة أعماله بكتابين للعلوم والرياضيات في الصف الأول والصف الرابع، فدخل إطار عام جديد بجزئين على الإطار الكلي والشمولي. ولكم أن تتخيلوا أن هذا مثل الأحجية التي دخلت على الإطار فأحدثت فيه خللا بتسلسل الكتب المدرسية. وسأطالع تفصيلا بعد ذلك كل ما حدث بالنسبة للكتب والمناهج. وأبدأ فيها أن المناهج الجديدة وهي طبعة تجريبية ل 2019، نتحدث فيها عن أن هذه المناهج تم اعتمادها من قبل المركز الوطني للمناهج ووزارة التربية والتعليم، وعندما ننظر إليها في الداخل لا نجد أي إشارة إلى أن هذه المناهج أردنية إلا من خلال قرار وزارة التربية والتعليم باعتماد هذه الكتب، والتي تم إقرارها من قبل مجلس التعليم العالي ومركز الوطني للمناهج. ولكم أن تتخيلوا إذا كانت هذه الإشارة الوحيدة فليس هناك تدقيق، وليس هناك مراجعة، وليس هناك أي شكل من أشكال متابعة هذه المناهج أردنياً أيا كان هذا الجهد. وإذا كان هذا الجهد مخفي وهذا الجهد غير معلوم والأشخاص غير معلومين، الأصل فينا ومن قبيل تحري الدقة أن تكون هذه الكتب وبشكل دقيق توضح المرجعية هنا. مثلا أن مركز الوطني للمناهج قام بتدقيق ومراجعة وموائمة هذه الكتب على الأقل، حتى نقول أن هناك كان حديث عن هذه الكتب. القضية المهمة جدا أنه هذه الكتب لما صدرت، ولما بنتحدث عنها بنتحدث عن طريقتين في إصدار الكتب. بتحدث عن الكتب التي صدرتها وزارة التربية والتعليم في عام 2018. هذه الكتب لما صدرت في عام 2018 قامت وزارة التربية والتعليم بإنزالها إلى التدريب ببداية العطلة الصيفية. يعني الكتب لعام 2018 موجودة حاليا
مطبوعة 2018، وسيتم من خلالها سيتم دراستها وتدريسها كان للطلبة في عام 2019-2020. موجودة هذه الكتب في مديريات التربية والتعليم وموجودة في المدارس والمستودعات وموزعة منذ بداية العطلة الصيفية. يعني لو الطلاب راحوا على المدارس بدون هذه الكتب ولم تنشر، الكتب موجودة. هذه النقطة، القضية الأولى والخطيرة جدا. ولما قامت مركز المناهج بإصدار هذه الكتب أصدرها وأنزلها إلى الميدان في نهاية شهر 8، يعني مع بداية الفصل الدراسي. يعني الكتب القديمة موجودة في المستودعات والمخازن، وهذه الكتب نزلت في بداية الفصل الدراسي الأول للطلبة. وبنتحدث عن شيء هائل جدا من التدريب والإعداد في برنامج أصدرته وزارة التربية والتعليم، وهذا البرنامج كان اسمه رام، مختصر لـ Reading and Maths Program. هذا برنامج تدريبي كان مخصص لمعلمي الصف الثلاث الأولى. كلف هذا البرنامج 75 ساعة تدريبية، بحل ممكن يكون موازي للـ ICDL ولا المعلمين الجدد، يحتسب للمعلمين على نظام رتبهم. هذا البرنامج مدته سنتين، فيه آلاف أوراق العمل لكل صف تتعلق بمهارات تدريب الطلبة على مهارات القراءة والرياضيات، ولمدة السنتين والمعلم قاعد بتدرب على مثل هذه المناهج. فجأة لما بتأتي هذه المناهج يتم تدريب المعلم عليها مدة يومين، والمشرف قبله يومين. ولك أن تتخيل لما نتحدث عن معلم يتدرب مدة يومين، أنا بدي أعرف إنه إذا كان هذا المعلم يتدرب لمدة يومين، كيف أنا بدي أستطيع أخرج المعلم على الصفحة الأولى من الكتاب، والتي متطلبها من الرقم 1 إلى الرقم 100 أن يتقنها الطالب في الصف الأول. وكيف الدرس الثاني بيكون هو عبارة عن العد اثنينات وخمسات وعشرات. بدي أفهم كيف الميكانيكية اللي ممكن أنا أنقلها للمعلم، ولكم أن تقيسوا على ذلك بعد ذلك كل عناوين هذا الكتاب، كيف المعلم بده يوصل أنه يدرب على هذا الكتاب. وإذا بتتخيلوا أنها كانت العناوين مقارنة الأعداد وترتيب الأعداد وتقريب الأعداد وتصنيف الأعداد والقيمة المنزلية والكسور والعلاقات والمكونات والطرح، هذا هو منهاج الصف الأول الأساسي اللي إحنا لما بنتفرج عليه مجرد قراءة العناوين تشير إلى مستوى الصعوبة في هذا الكتاب. والسؤال كمان مرة بعيد، كيف يمكن للمعلم أن يتدرب عليه، خاصة أن الأدلة التي تم توزيعها للمعلمين لا تخدم المعلم لا بكيفية طرح هذه المواد ولا بالزمن المحدد لكل درس من هذه الدروس. بعض المعلمين يمكن يقعد على هذا الدرس الأول مدة شهر كامل، وبعض المعلمين ممكن يقعد على الصفحة هذه شهر، وبعض المعلمين ممكن يقعد عليها 3 أسابيع، وبعض المعلمين إذا ما أتقن عند الطلاب أو صار في لغط كبير عند الطلاب ممكن يقعد عليها 5 أسابيع على الأقل. لم يحدد الدليل لهم أي طريقة أو منهج لدراسة هذه الكتب. بتحدث عن هذه الكتب، والعجيب جدا أنه بتحدث عن كتب لما بتصدر، ولكم أن تتخيلوا شو مكتوب هنا. مكتوب أنه تم صدور القرار بقبول هذه الكتب بتاريخ 23/7، اتخذت الوزارة القرار ب 23/7. 23/7 اتخذت مين؟ مش الوزارة يا جماعة، قرار مجلس التربية والتعليم كان ب 23/7. وزارة التربية والتعليم لما تأخذ القرار بيكون بعد 23/7، يعني خذوا لنا أسبوع، نحكي قاعدين عن 30/7 لما تأخذ القرار بهذا المنهاج، وبعضها كانت بشهر 5 وبعضها كانت بشهر 6. لما بنحكي عن كتاب يقر ويعتمد به حدود 30/7 وكان بقي عن الفصل الدراسي 20 يوم، ما هو مستوى الإعداد والتدريب والتأهيل وتجهيز الميدان حتى نطرح مثل هذه الكتب؟ وإلى أي درجة كانت العجالة لإعداد مثل هذه الكتب؟ وهل الضرورة أنها تطرح هذا العام إذا كان هذا يعتبر يعني شيء مستعجل؟ والاستعجال عادة للأسف الشديد يؤدي إلى رداءة الجودة، وهذا هو الخلل اللي أصبح في هذه المناهج اللي اشتغلت على هذا الأساس. الآن نحكي قاعدين عن الكتب اللي بتصدرها المناهج ونتحدث عن التفاصيل، وطبعاً سأترك لكم هذه الأوراق كلها بين أيديكم حتى تقرأوا وتعيدوا ما فيها من أفكار. وبدي أحكي عن القضية الأولى في كتاب الرياضيات، واللي إحنا بنحكي قاعدين فيه عن صعوبته زي ما حكيت للصف الأول، وبنحكي عن كتب
هذه الكتب يا أخوة كلفت الخزينة 4 مليون دينار، ولو كانت في الأردن بتقارب تكلفتها 100 مليون، 100 ألف عفوا، 100 ألف، 100 ألف طباعة أردنية بأجود من هذه الطباعة، كلفت هذه الكتب 4 مليون. وبنتحدث عن الهدر، وبنحكي عن الهدر، وبنسولف عن الهدر وأين تذهب النقود في الدولة. هذا هو الهدر بعينه، لما بيكون في عندك كتاب مطبوع وموزع برجع ووزع كتاب ثاني والكتاب الأول موجود في المخازن، يعني كتابين بتنافسوا على أنه أيهما يتقدم للطلبة، ومع ذلك الكتاب الأول هو أردني بكل ما فيه وموجود. وهذا كتاب جبنا لأنه إحنا بنحدث وبنطور، وجبنا شركة بريطانية عشان تحدث لنا وتطور لنا، وهذه كمان برضو لها مقولة جدا. السؤال، وين الانسجام في طرح وزارة التربية والتعليم، وين الانسجام في طرح مركز الوطني للمناهج؟ إذا كان المركز الوطني للمناهج هو أداة تسهل وتيسر عمل وزارة التربية والتعليم، فقد عقد عمل وزارة التربية والتعليم، عقدوا تعقيد تام، لأننا نتحدث عن وزارة تعد نفسها بطريقة ممنهجة، سنتين تدريب على نفس الكتاب، والوزارة بتطرح هذه الكتب بموعدها المحدد، والكتب بتكون موجودة من أول العطلة الصيفية، فجأة بصير الكتب موجودة في آخر العطلة الصيفية، والدورة التدريبية التي حضرها المعلمون لهذه الكتب بعضهم لم يكن يحمل كتابا عندما استدعي للتدريب ب25 و26/8 لما وزعت هذه الكتب عشان التدريب، بعض المعلمين لم يكن لديه كتاب. تحدث عن الكتب، الأرقام الموجودة في الكتاب، وهذه معضلة اللي أثارها الكثير من الإخوة الأفاضل في المجتمع، سواء أولياء الأمور أو معلمين أو طلبة. بنتحدث عن الأرقام في الرسم العربي الموجودة في هذه الكتب، وأرقام موجودة في الرسم العربي، وبتحدث قاعد عن الرياضيات وأنا بحكي عنه في الرسم العربي. ولكم أن تتخيلوا أن الرسم العربي اللي هو اللغة الوحيدة في العالم التي تكتب من اليمين إلى اليسار، فإذا بنا نكتب العربية، هذا على اعتبار أنه إحنا بنحكي أرقام عربية، إذا بنا نكتب فيها من الشمال إلى اليمين، بابدين كل تمريناتهم في الكتاب من الشمال إلى اليمين، وبتتفرج هنا من الشمال اليمين، كل العد صعودا وهبوطا ونزولا كلها عبارة عن تسلسل أعداد من الشمال اليمين. وهذا هي الفكرة اللي إحنا بنحكي عنها، كل رسمة كل صورة بتبدأ من الشمال اليمين، ما في عنا إلا بهذه الطريقة. بدي أؤكد للطالب إنه هذا هو الرسم العربي، منذ متى كان الرسم العربي يكتب من الشمال اليمين. القضية الأخرى إنه ليست هذه المعضلة الوحيدة، نذهب إلى كتاب التربية الإسلامية، وأسف بسبب يعني إذا أنا تعبت من هذول الكتب، كيف بدي يحملهم الطالب مع الكتب الأخرى، وبالإضافة إلى الملفات اللي أنا حملتها الأخرى. الطالب أيها الإخوة بيفتح كتاب اللغة العربية والتربية الإسلامية، فيجد فيه سورة الفاتحة بالرسم الهندي، الأرقام 1 2 3 زي نحن متعودين. الرسم الهندي سؤال، وين بده يتعلم رقم 1 و2 و3 مكتوبة في الرسم الهندي؟ وين بده يتعلمها؟ الأصل يتعلمها في الرياضيات، لم يتعلمها في الرياضيات، تعلمها في الرسم العربي، وراح على التربية الإسلامية وعلى اللغة العربية، فإذا بها الأرقام مكتوبة بالرسم الهندي. الطالب وين هذا التوازن راح أحدثه؟ كيف ممكن الطالب يوازن بين أنه هذاك الرسم اللي أنا تعلمته في الروضة هو عربي وأصبح الآن هندي، وهذاك الرسم هو إنجليزي وأصبح الآن عربي؟ شوفوا كيف الانعكاس في المفاهيم. والأخطر من ذلك أنه الطالب لم يتعلم الرسم الهندي إلى الآن، لأنه الكتاب فيه بالرسم العربي، وفي العربي وفي التربية الإسلامية في الرسم الهندي. مين بده يعلمه هذا الرسم؟ هل معلم التربية الإسلامية واللغة العربية ملزم أن يعود فيفهم الطالب الكتابة ويعلمه على الكتابة الأرقام حتى يستطيع أن يميز بين 3 مرات غسل الوجه و3 مرات مسح الأذنين، غسل الأذنين وغسل اليدين، و3 مرات للرجلين؟ كيف هذا بده يتعلمه؟ متى؟ والأرقام الآيات في السور الموجودة في الكتابين متى بده يتعلمها وكيف بده يتعلمها؟ هذه قضية فقد معضلة الأرقام. زائد أنه إحنا بنحكي عن أنه في إثراء، الإثراء للطالب باللغة الإنجليزية. لكم أن تتخيلوا أنه في كتاب الأول أساسي مفردات وجمل باللغة الإنجليزية عدد صفحاتها 13 صفحة، بالصف الرابع في عندهم 18 صفحة. 18 صفحة إذا بدي أتفرج عليهم، تخيلوا هذا يا جماعة، هذا معلم ملزم انه يدرسه للطلاب، معلم العلوم
للصف الرابع إثراء بالإنجليزي، وإثراء بالإنجليزي كمان برضو لكتاب العلوم برضو نفس الكلام بكتاب التمرينات، هذا ملزم في درس معلم العلوم. السؤال، بدك معلم العلوم يقلب إنجليزي ولا بدك تجيب معلم الإنجليزي كل ما يكون عنده المعلم حصة إثراء يشرحها يشرح بالإنجليزي؟ وين الفكرة من هذا الإثراءات؟ كمان مرة بعيد إنها كانت عبارة عن 13 صفحة في الأول أساسي كلها إثراءات مفردات وجمل، بينما في العلوم والرياضيات الرابع كانت مفردات وجمل وفقرات وكلها باللغة الإنجليزية. هذا طرف ولا بهج التطوير ولا هو أساس؟ إذا كان أساس وبنعتبره إشي مهم جدا، كيف يمكن تدريس هذه الإثراءات اللغوية؟ الاكتظاظ في الصفحات شيء كبير جدا، لدرجة أنه إحنا نتحدث عن العلوم الصف الأول، تخيلوا أنه علوم الصف الأول وهذا طالب بتعلم لسه يركب الحرف يتقن الحرف ويتقن الكلمة، وبتفرج عليه قاعد بصفحة 6 علوم، هذا الدرس الأول علوم لواحد لسه مش فك حروف، يعني علوم هذا للصف الأول، هذا لم يتقن بعد الحرف، هذه كتابة مكتظة. وتفرجوا على الصفحة البعديها، الصفحة الواحدة تحتوي أكثر من 90 كلمة في بعض الصفحات، 90 كلمة للصف الأول في الأسبوع الثاني أو الثالث من التدريس، 90 كلمة، هذا الطالب كيف بده بيقدر يقرأ هذول ولسه ما أتقنش تركيب الكلمات؟ وبالعلوم نفس المشكلة بالصف الرابع، بالصف الرابع أحيانا تجد إنه في كلمة تصل بعض الكلمات إلى بعض الصفحات إلى 170 كلمة، 170 كلمة يا إخوة، بتعرفوا شو معنى هذا الكلام؟ إنه الطالب لم يعد الكتاب جاذبا له، ما الكتاب ما في جاذبية، والكتاب أصبح بالنسبة للطالب يعتبر عبئا كثيرا على هذا الطالب، لأنه لما أنا بدي أقرأ 170 كلمة ما في عندي أي لحظة من لحظات الاستراحة، وقديش في 170 كلمة معلومة اشرح وعدد؟ هذا نموذج للصف الرابع، اكتظاظ الكتب وعدم جاذبيتها وزخامة المواد، وأضف إلى ذلك كثرة المفردات الغريبة على الطالب، وليست لم يؤهل لها الطالب في كلا الكتابين، كثير في مفردات عن البيئة وعن جسم الإنسان وعن التكاثر وأشباهها، هذه مفردات لم يكن لها أي سابق معرفة لدى هؤلاء الطلاب. بقولون في كل الكتب أن هذه الطبعة تجريبية، أخوة الطبعة تجريبية، هيها طبعة تجريبية، تعرف هذول الكتابين كم طالب سيتأثر بهما؟ 400,000 طالب على الأقل، في حدا بيجرب على 400,000 طالب؟ اللي بيجرب بيجرب على مجموعة صفوف، بيجرب على عدة مدارس، أما أن تجرب طبعة تجريبية على 400,000 طالب وبعدين تنتج جيل من الطلاب اللي صار عندهم فجوة تعليمية عميقة جدا، هذا أنا بقول في رأيي خطير جدا. الآن أيها الإخوة، بقول إنه الكتاب العلوم كتاب للطالب وكتاب تمارين، كل كتاب كتاب طالب وكتاب تمارين. طب ما إحنا قاعدين بنعاني، وكتاب العلوم أيضا وكتاب الرياضيات كتاب تمارين، يعني كل مادة في إلها كتابين، هذول الكتب الطالب قاعد بإن من حمل الكتب في الشنطة العادية، لأنه فيش عنا باصات وسيارات بتوصل الطلاب، معظم طلاب القرى في المدن في القرى والأرياف وكثير منهم في المدن ذهابا وإيابا، والله بعض الطلاب 4 و5 كيلو يوميا بدهم يظلوا حاملين على بعض على ظهرهم هذه الكتب. ومن متى يعني إحنا الأصل أن نضخم حجم الشنطة المدرسية؟ وإذا كانت أحد أهدافنا في السنوات السابقة تخفيف حجم الحقيبة المدرسية. الأمر الآخر مهم جدا، أن إذا تم يعني هذه ملاحظاتي أنا بقول وعابرة جدا، وتركت بعض الملاحظات لكم تقرؤوها في هذا التقرير، وأكيد المختصين والمعلمين والطلاب سيجدون الكثير من الملاحظات بعد ذلك. يعني أبسط الملاحظات بعد ذلك أنك لما بتقرأ الكتب هذه لا تجد فيها سمحة عربية، بالأصل فينا لما نقرأ كتاب بتدرس في الأردن يكون صورة الولد أردني، صورة السيدة أردنية، صورة الرجل أردني، كلها عبارة عن صور لأجانب،
والبيئات الموجودة فيها أيضا الصور اللي بتعلمها توضيح أيضا بيئات أجنبية إلا القليل. يعني كانت متواضعة جدا فكرة أردنة هذا الكتاب حتى في اتجاه الصور مع الخلو من الصور بالمستوى المطلوب. الآن نتحدث عن إيش أيها الإخوة؟ إذا ظلت هذه الكتب في الصفين الأول والرابع ستحدث فجوة كبيرة جدا في قضية تعلم الطلبة، لأنه الطالب هذا الكتاب إذا بدي أختصر اختصار بقول أنه هذا كتاب العلوم للرابع الأصل ليكون الصف الخامس وكون في قبله كتاب تأسيسي، وإذا بدي أقول هذا كتاب العلوم من الصف الأول بدي أقول أنه هذا يجب أن يكون الصف الثاني والصف الأول في قبله تأسيس. وهذا طبعا مطبق في بريطانيا أنه عندهم التمهيدي مستويين إلزاميات، يعني إحنا بروح أولادنا على الروضة بعضهم يذهب لسنة بعضهم يذهب لسنتين تطوعا من الأهل، هذا في بريطانيا إلزامي. لذلك لهم الحق أن يعطوا هذا الكتاب للصف الأول بيكون الطالب هذه السنة الثالثة له على النظام البريطاني، هذه تكون السنة الثالثة، بينما إحنا هذه السنة الأولى وهذا الكتاب لا يتمتع بأي شكل من أشكال السهولة أو الجاذبية. مستوى الصعوبة في هذين الكتابين يا أخوة على الأقل على الأقل سنة زيادة عن مستوى الطالب على الأقل، وهذا برضو أمر خطير جدا. إذا بدنا نضل قايلين إنه هذه الكتب يجب أن تدرس لأنه إحنا صرنا طابعينها، الحل موجود والحل سهل، الكتب المطبوعة لعام 2018 وهي الطبعة العادية موجودة في المخازن موجودة في المدارس، المعلمين متدربين عليها، العودة لها سهل جدا، يحتاج فقط قرار وزارة التربية والتعليم. أما التمسك بهذه الكتب واعتبارها أنها هي الكتب المنزلة والتي لا يمكن أن تتغير هذا كلام خطير جدا، يؤدي إلى فجوة في مثل هذا المستويين. لا المعلم يستطيع أن يجتاز مشكلات هذه الكتب ولا الطالب يستطيع أن يتعامل مع إحداثيات هذه الكتب، لأنه كما قلت الموضوعات المطروحة فيها أصعب بكثير والإثراءات الموجودة فيها أصعب بكثير من أن يعني يستطيع طرحها المعلم أو الطالب. وبتحدى إذا بقدر أجيب أنا يعني كم معلم، أنا مش بقول إنه المعلم لأنه مش متخصص إنجليزي، بدي أشوف إنه تهجئة الكلمات سبيلينج للكلمات لما أجيب معلم الصف الأول كم واحد منهم راح يتقن القراءة في اللغة الإنجليزية وعلمها للطلاب بعد ذلك، والمشكلات اللي ذكرناها بكل تفاصيلها. الآن قضية العودة عن هذه المناهج مهمة جدا وأساسية، والأهم من ذلك والخطير أنه يجب منذ الآن فصاعدا أن ننظر إلى جدية ما تم ذكره سابقا أن المناهج يجب أن لا تكون مفصولة عن جسم وزارة التربية والتعليم مطلقا. وكما قلنا لما اعترضنا على قضية فصل المناهج ووضعها بمركز للمناهج قلنا أن هذا فيه خطورة كبيرة جدا لأنه منزع لب عمل وزارة التربية والتعليم. وإذا لم يكن هذا هو الحل على الأقل أن يكون هناك مستوى عالي جدا من المواءمة بين وزارة التربية والتعليم ومركز المناهج، لأنه إذا كانت هذه أول الخطوات وحدثت فيها هذه الكارثة فما بالك بالخطوات التي تليها، ما الذي سنجده بعد هذا كله على المناهج. هذه يعني على عجالة، وكما قلت أنا متأكدة أن الكثيرين سيتعاملون مع المناهج بشكل تفصيلي، الأخطاء الإملائية، بعض الملاحظات التفصيلية، الموضوعات المطروحة، سعة المادة المطروحة، كل هذه فيها خلل يكتنفها. وأظن أن الكثيرين الذين يدرسون المناهج من أبعاد مختلفة سيدرسونها بشكل أشمل وأوسع ويجدون هناك ملاحظات مختلفة تماما، علما أنني أتمنى أن أسمع وأن أرى وأن أقرأ عن المختصين في مركز المناهج الذين أخذوا القرار بهذا المنهج حتى يلزم به بعد ذلك وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي أن يلتزموا به. كل الشكر والتقدير، ومستعد لأي استفسارات من استفساراتكم، والله يعطيكم العافية أخو الأفاضل. مطلقا مع مستويات الطلبة كان مطلوب فيها الجاذب بالعكس تماما. أنا بتحدى وعلى مستوى العالم العربي المناهج الأردنية هي رقم واحد في كل شيء فيها، في إعدادها وفي أدلتها وفي كتبها التي تعتبر مرجعيات الكتب قد ما كان فيها جهد مبذول من قبل الأساتذة في الميدان، ولكن اكتنف في السنوات الثلاث الأربع الأخيرة بعض الخلل. تصحيح هذا الخلل يعيد المناهج إلى أن تتصدر مناهج الدول العربية حتى. والحقيقة أنه إحنا الدولة الأردن الأكثر استقرار في المناهج بدليل أنه كثير من الدول العربية أخذت مناهجنا في سنوات عديدة.
القضية الآن أن تعيد طرح مناهجك بطريقة أكثر جاذبية وأكثر تشويق، وليس أن تتجه نحو دفع المناهج لشركات فكل يغرد على كيفه. شركة كولينز التي جاءت بهذه الكتب والتي رسى عليها العطاء من قبل مركز المناهج، هي لا تعلم أصلاً طبيعة المحتوى التعليمي في الكتب الأخرى، هي لم تقرأ الكتب حتى تستطيع أن تقرر ما هو الكتاب الذي يصدر وما هو المحتوى الذي يصدر. هي أعطيت الإطار العام للمناهج الذي أصدره مركز المناهج، وبناء عليه قامت بعمل هذه النتاجات. لكن هل هي القضية الكتاب بمعزل؟ إحنا طول عمرنا نعرف إنه الكتاب هذا يجب أن نعرف ما الذي قدم قبله وما الذي قدم بعده وما الذي يعطى في نفس السنة على نفس المنوال. يعني أنت بتتحدث عن الكتاب وكل الأبعاد السابقة واللاحقة والمتزامنة معه في الكتب التي تطرح حتى تكون موائمة. الشركات الأجنبية لن تفهم هذا التسلسل عندنا ولن تستطيع الإحاطة به، لكن معلمينا اللي في الميدان ومشرفنا في الميدان بيعرفوا مثل هذه التفاصيل بأدق تفاصيلها وبيعرفوا قدرات الطلبة. لما تكون الشركة البريطانية جاءت وهي تظن أنه إحنا طلابنا يدرسون التمهيدي، هذا أكبر غلطة تمت بشأن هذه الكتب، وإلا لكان تداركنا أو كانت الأخطاء أقل بكثير مما تمت في هذه المناهج. زائد يعني سامحوني أيها الأخوة، يعني كثير التفصيلات كثيرة جدا، بتتفرج على كتاب العلوم وفي يعني حتى طرح الموضوعات وتسلسلها وتشويقها غير صحيح. تتحدث عن كتاب العلوم للصف الأول، عفوا بدي أبحث عنه، مين أقرب للطالب؟ جسمه، إيديه وعينيه وشعره ولا بيئته الجافة والصناعية والرطبة؟ يبدأ بالبيئة الجافة الطالب، يبدأ بالبيئات، ثم يتحدث عن جسم الإنسان. يعني حتى التسلسل في الكتب ما في منطقية أبدا في مثل هذا الطرح. تفضل. بداية ما هي الخطوات اللاحقة لهذا المؤتمر؟ هل سيكون هناك استجواب لوزير التربية خاصة في ظل تكرار الحديث عن موضوع المناهج والهدر المالي في موضوع إتلاف المناهج؟ يعني أصبحت قضية تجريبية كما ذكرت. القضية الثانية، هل هذه الملاحظات التي ذكرتيها هل هي مستندة إلى آراء معلمين في الميدان أو خبراء تربويين؟ أولاً أنا أشكرك لهذا السؤال. أولاً أنا قبل أن أتحدث وأنا أسمع للآخرين قرأت كل كتب الصف الأول، سواء كانت اللغة العربية أو التربية الإسلامية أو العلوم أو الرياضيات، بكلها برمة حتى أستطيع أن أفهم عن ماذا أتحدث. السؤال الثاني، العديد من الزملاء في الميدان تواصلت معهم، والعديد منهم أيضاً تواصل معي حتى نتحدث مثل هذه الإحداثيات، وتأكدت من كثير من الملاحظات من الإخوة الزملاء المعلمات في الميدان. القضية الأخرى أنه ما الخطوات اللاحقة؟ أصلا أنا تم توجيه استجواب بالأمس، سؤال نيابي بالأمس حول المناهج وإعدادها، من الذي أعدها، كم تكلفتها، لأنه إحنا بنحكي عن كتابين نزلوا على المدارس بنفس الوقت، كتاب نزل بشهر 6 وكتاب بنزل بشهر 8. السؤال، من اللي قاعد بنزل كتابين في نفس الوقت، علما أنا وزارة التربية والتعليم تعلم أن هناك كتابا مطروحا في الميدان، فلماذا وافقت على طرح كتاب آخر؟ القضية الأخرى أنه تم إرسال كتاب لرئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء، حول هذا الموضوع تفصيلي. التقرير اللي أنتم شفتوه أمامكم تم إرساله لدولة الرئيس، وقبل هذا المؤتمر كله تحدثت أصلا وابتداء مع دولة الرئيس في الموضوع، تحدثت مع معالي نائب رئيس الوزراء المعشر في هذا الموضوع أيضا، وقد كان سريع الالتقاط للأفكار التي تحدثت فيها، والتقط الكثير من النقاط التي أشرت إليها في خلال في حول تأليف هذه المناهج. اللاحق بعد ذلك، أظن أن الحديث التي قمنا فيه سابقا على المناهج السابقة، وأنا أتمنى أن يكون هناك جهد جمعي، لأنه جهد النائب صحيح يجب أن يكون هناك جهد لكل نائب، لكن جهد الكتل النيابية، جهد اللجان النيابية المختصة، أظن هذا يجب كلها أن تتكاتف وألا يعيق أحدها عمل آخر، بل بالعكس كل منهم يعمل في المجال أو الاتجاه الذي يجب أن يعمل عليه. أنا قلت إنه أنا درست هذه الكتب أو قرأتها وكان عندي هذه الملاحظات، بالتأكيد الزملاء الكثيرين عندهم كثير من الملاحظات. المطلوب الآن وبناء على ما تم إدراجه من الملاحظات أن يسعى كل نائب حتى يعني يصحح هذا الخلل، لجنة التربية والتعليم وكذلك وزارة التربية والتعليم الأصل أن تقف عند مسؤولياتها. وتمنى أن لا نعود إلى الإشكالات السابقة. مشكلة نقابة المعلمين الأردنيين والمعلمين بقيت 4 أسابيع، مشكلة طلبة السودان ظلت 11 شهرا،
مشكلة الدورة الشتوية اللي الطلاب قاعدين بيتحدثوا عنها، ولا أتحدث عن دورة تكميلية. أرجو تصحيح المفاهيم وأرجو تصحيح المفردات، ما بتحدث عن دورة تكميلية. الدورة التكميلية معروفة عنا للطلبة الناجحين وللطلبة الراسبين، أتحدث عن دورة لغير المستوفين ربما بمادة أو مادتين أو ثلاث على الأكثر، لأنه في طالب ممكن يكون ناقصه علامة واحدة وينتظر سنة كاملة حتى يؤدي هذه المادة، هذه الخطورة. أتحدث عن دورة لغير المستكملين في مجال مادة أو مادتين أو ثلاث، وليس في التعليمات ما يمنع. قصة أنه أنا أظل أتحدث عن هذه الموضوعات شهر وشهرين وعشرة وبعد ذلك يفوت الوقت، مثل ما حدث في القضايا الأخرى ومثل طلبة السنة التحضيرية، ظلينا سنة كاملة ونحن نتحدث عن هذه السنة. وأنا لازم أشير في هذا المجال أنه جهود وزير التربية والتعليم مقدرة ومحترمة، جهود دولة رئيس الوزراء وتفاهمه ودعمه لهذه القضايا وسرعة حلها مقدرة ومحترمة، جهود حتى في طلبة السودان اللي ظلينا نشتغل عليها 11 شهر والذي وقف فيها دولة رئيس الوزراء مساندا وحاول فيها وزير التربية والتعليم، إلا أن الخطوات العملية التي اتخذها معالي نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، وهو رجل دولة يحترم ويقدر وكلهم محترمين مقدرين باتصاله بالجامعات كلها واتصال بمجالس الأمناء، هو الذي أدى إلى حل هذه المشكلة وتحريك القضية والإنهاء عليها. وأنا بقول إنه هذه القضية، قضية المناهج، يجب أن لا يطال الحديث فيها وأن تتخذ الإجراءات السريعة لحل هذه الإشكالية. من قناة اليرموك، أهلا وسهلا. بالنسبة لموضوع النقابة ومشاركتها، خلينا نحكي بوضع المناهج أو يعني آلية إصدار المناهج، لحد الآن المادة تمنع نقابة المعلمين من هذا الأمر. مجلس النواب هل لديه خطوة لتعديل بعض النصوص، خصوصا أنه الاتفاق الأخير كان يتناول هذه النقطة؟ يعني أنا أظن أنه أحد البنود التي تم الاتفاق عليها في هذا المجال أن يكون هناك نوع من التعديل لمفهوم مشاركة نقابة المعلمين الأردنيين، لأنه إذا نتحدث عن الميدان هو المعلم، من ينتقد هذا الكتاب، من يدرس هذا الكتاب، من يقيم هذا الكتاب، من يعطي هذا الكتاب، من يوصل هذا الكتاب، هو المعلم. إذا كان المعلم غير ممثل بمثل هذه الكتب، من الذي سيفهم، من الذي سيقدم مثل هذا الكتاب؟ هذا أكبر خطر وأكبر خطأ ممكن أن يرتكب في حق الكتب والمناهج المدرسية. وأقل ما فيها حتى هذه اللجان لو شكلت لن يكون هناك ما يسمى سيطرة على القرار السياسي أو القرار السيادي أو القرار برمته أيا كان شكل هذا القرار أو صفته، لن يكون هناك سيطرة من قبل النقابة، لأنه القضية في مثل هذا الموضوع هي قضية تسديد وقضية إيصال رأي وقضية تصحيح وليست أكثر من ذلك، لأنه في الأخير إحنا نتحدث عن أن تسمع الرأي في المناهج بطريقة رسمية ومعتمدة، وليست بطريقة الانفلات اللي إحنا شفنا اللي كل ولي الأمر وكل معلم أصبح يتحدث عن هذا الموضوع، لأنه لا يجدون واجهة تمثلهم في هذا المجال، وتعتبر النقابة ممنوعة كما قلت في القانون في المادة الخامسة دال في مثل هذه الممارسات. نتمنى أن يكون هناك تعديل في القريب القادم حول هذا الموضوع حتى يكون هناك دور إيجابي لنقابة المعلمين الأردنيين حول هذه المناهج. شكرا لكم مرة أخرى ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العافية شباب، شاكر لطفكم.